في هذا الفيديو راح نتكلم عن الاختلافات في السنترال دوغما. احنا نتكلم عن السنترال دوغما بشكل عام، لكن احنا لما نتكلم عن المخلوقات اللي موجودة، طبعا احنا المخلوقات اللي موجودة مش كلها نفس الشيء. يعني في عندي مخلوقات حقيقية النواة، وفي عندي بدائية النواة، وعندي الفيروسات. فهنا بسبب هذا الاختلاف، بسبب اختلاف المخلوقات اللي موجودة، فعندي اختلافات في الطرق اللي يصير فيها عندي بالنسبة للريبليكيشن، ترانسكريبشن، وترانسليشن. لما أتكلم عن أحد أنواع الحقيقية النواة، اليوكاريوتس، اللي هو عندي الهيومن. الهيومن اللينكث لل الدي ان اي حقه هو عبارة عن 3 بليون بيسز. عندي 3 بليون بيسز في الهيومن. في الماوس عندي 2.7 بليون بيسز. اذا كنت اتكلم عن الفروت فلايز عندي 200 مليون. لو اتكلم عن اليست عندي 300 مليون. بالنسبة للسايز للبكتيريا هو عبارة عن 4 مليون بيسز. في عندي تايب اوف بكتيريا اسمها مايكو بكتيريا. المايكو بكتيريا فيها 700,000 بيسز. وبالنسبة للسايز للفيروس هو عبارة عن من 5,000 to 200,000 بيسز. اوكي، لما نتكلم عن الهيريديتي ماتيريال في اليوكاريوت، اوكي، هو الدي ان اي. وطبعا الدي ان اي شكله ايش؟ لينير. في البكتيريا عندي الدي ان اي نفس الشيء، لكن شكله ايش؟ سيركلر. في الفيروس، الفيروس ممكن يكون عنده اي شيء، ممكن انه حتى تستخدم الار ان اي، بس يعني ما يكون عندها، يعني الاساس يكون ار ان اي اساسا. اوكي، فهذا بالنسبه الى ان احنا بنتكلم عن الاختلافات. بالنسبه الى هذا بالنسبه للبروكاريوت. بالنسبه ان احنا لما نتكلم عن اليوكاريوت، لان لينير، فالنهايات اللي موجوده ونسميها تيلومرز، اللي هم عباره عن تي تي اي جي 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 او تي 2 اي جي 3، اوكي، غالبا ما يصير لها copying. اوكي، ولما ما يصير لها copying احنا نتكلم عن replication. اوكي، وكل مره يصير replication ما راح يصير لها copying، فبتصير اقصر من اللي المفترض، يعني الدي ان اي راح يكون اقصر. بسبب هذا الشيء في عندي انزيم اسمه telomerase. التيلوميريز هو وظيفته انه add a telomere at the end after replication. هذا الشيء طبعا احنا ما نواجهه في البروكاريوت، لان اساسا هم سيركلر، يعني ما لهم اند اساسا يعني. وبالنسبه للفيروس، الفيروسز الشيء المميز فيها ان الفيروس مثل ما قلنا هي عباره عن نيوكليك اسيد وبروتين اللي هو الكابسيد اللي برا، بس هذا هو الفيروس، يعني ما عندها انزيمز اساسا. الفيروس تعتمد على مخلوقات أخرى إن تعطيها الإنزيمز اللي هي محتاجتها. فعشان كذا دائما الإنزيمز اللي نسميهم بالنسبة للعمليات اللي تكون فيها الفيروس نسميها dependent. يعني مثلا لما يصير عندها replication للدي ان اي حقها، نقول دي ان اي dependent دي ان اي polymerase. اوكي، واحنا قلنا ان هي ممكن يكون عندها اي شيء. اوكي، فهي ممكن تسوي ريبليكيشن للار ان اي. اوكي، فهي عشان تسوي ريبليكيشن للار ان اي محتاجه انزيم في جزء من اي مخلوق، اوكي، يسوي ريبليكيشن للار ان اي. لكن مع الاسف احنا لما نتكلم عن المخلوقات الحيه كلها اللي عندها ايش؟ دي ان اي مش ار ان اي. يعني هي ما تسوي ريبليكيشن للار ان اي، تسوي ترانسكريبشن للدي ان اي يتحول الى ار ان اي. اوكي، سو هنا هي تواجه مشكلة. فإيش اللي بيصير في الفيروس؟ الفيروس جدا جدا ذكية. فإيش تسوي؟ في الـ RNA حقها نفسها، أوكي، في كود إنه يسوي RNA dependent RNA polymerase.
يعني هو نفس الماسنجر ار ان اي اللي عندها، اوكي، هو نفسه يسوي كودينج عشان يطلع الانزيم. So we can say that it springs its own polymerase by H by coding for its own polymerase. فالسل أو الفيروس اللي يسوي coding من الـ RNA نفسه نسميه positive single strand. أما في عندي أحيان سل أنها تستخدم نفس الـ instructions اللي قبل، أوكي، من الـ coding اللي صار قبل، أوكي، تاخذ نفسه الـ polymerase فنسميها نيجاتيف سنجل ستراند ار ان اي. اوكي، شيء ثاني يصير في الار ان اي انه ممكن سوري للفيروس انه ممكن تكون ريترو فيروس. ايش يعني ريترو فيروس؟ يعني ترجع مره ثانيه للي كانت عليه. يعني مثلا هي احنا ناخذ بالسنترال دوغما الدي ان اي يتحول الى ار ان اي، والار ان اي بعدها يتحول الى بروتين. اللي يصير لها ان ال RNA يرجع مرة ثانية الى DNA، او نسميها reverse transcription. فاحنا محتاجين انزيم عشان نسوي هذه العملية. هو الانزيم ايش مفروض يكون؟ RNA dependent DNA polymerase، لانه هو بيسوي ايش؟ polymerization لل DNA، لكنه بيسوي لمن ال RNA. ف هو نفسه يصير فيه كود انه يسوي دي ان اي، يسوي الدي ان اي بوليميريز. وطبعا ممكن احنا نسمي الار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليميريز ريفرس ترانسكريبتيز باسم العمليه يعني. وطبعا ممكن يسوي ريفرس ترانسكريبشن مره ثانيه ويصير عندي 2 من الدي ان اي، ويصير لهم دبل ستراند، ويصير عندي دي ان اي كامل. مثال على على الريترو فيروس اللي هو الاتش اي في، اللي هو الهيومن ايمونو ديفيشنسي فيروس. طبعا هو يسوي هذا الشيء، يسوي الريفرس ترانسكريبشن، واللي يصير انه الدي ان اي هذا اللي موجود في هذا الفيروس يدخل ويصير بارت من الدي ان اي حق الشخص المصاب بهذا المرض بالاتش اي في، مصاب بهذا الفيروس عفوا. فهنا الفكرة ان احنا ما نقدر نتعالج من هذا الشيء من الاتش اي في، لكن ممكن احنا ناخذ ادوية توقف الريفرس ترانسكريبشن. اوكي، ادوية ممكن توقف الريفرس ترانسكريبشن و ذاتس ات. اوكي، سو هنا لما كنا تكلمنا عن الريبليكيشن، في بالنسبة للترانسكريبشن اول شيء اللي هو لما تكلمنا عن البروكاريوت، البروكاريوت عملية الترانسكريبشن تصير مثل يعني اس مثل اللي درسناها قبل في الفيديو الماضي. بالنسبة لليوكاريوت اللي يصير ان في عندها ثلاث اشياء مميزة فيها. اول شيء اللي هو الفايف برايم كاب. اوكي، الفايف برايم كاب هو عبارة عن ايش؟ ان الاند حقت الار ان اي اللي فيها الفايف برايم ترتبط مع جوانين في الفايف برايم حق الجوانين نيوكليوتايد اللي هو الفايف برايم حقها اللي فيها الفوسفيت يرتبطون مع بعض. فسبب هذا الشيء او هذا الشيء مفيد انه يصير ستابلايزيشن للار ان اي. وفي الاند حقت الثري برايم يصير فيه عندي بولي ادينين تيل، يعني يصير عندي ماني اب تو 200 ادينين موجود في هذا الاند في الثري برايم. الشيء الثالث اللي يصير ان يصير عندي شيء اسمه splicing. ايش يعني؟ ان لما يصير عملية للترانسكريبشن، اوكي، يصير في اشياء نسميها انترونز واشياء نسميها اكسونز. الانترونز هذول will be removed من ال RNA من الماسنجر RNA، اوكي، وراح يبقون عندي مين؟ الاكسونز. هذول الاكسونز اوكي ممكن انهم يترتبون اشكال مختلفه ويعطوني different proteins في عمليه الترانسليشن. امثله اشياء عشان يصير في splicing اللي هو عندي الهيومن ترايوز فوسفيت ايسوميريز، اوكي، وعندي بعد اللي هو الهيومن ديستروفين جين
يصير له نفس الشيء اللي هو السبليسنج. طبعا الفكره ان ايش قلنا ليه مهم هذا الشيء، انه ممكن انهم الاكزونز يترتبون باشكال مختلفه، وممكن بعض الاكزونز لهم مثل تيرن اوف، يعني كانهم ما يشتغلون، لكن يعني هم موجودين لكن ما يشتغلون، فراح يعطيني different proteins. ومثل ما نشوف هنا بالصورة different proteins ممكن أن تطلع لي. آخر عملية كنا تكلمنا عنها اللي هي إيش؟ translation. translation في اليوكاريوت عادي مثل ما هي. الشيء المميز هو في البروكاريوت. في البروكاريوت هو يصير له polycystronic. polycystronic معناتها أنه يطلع لي different proteins من promoter نفسه في الـ mRNA نفسه. وأساساً حتى ممكن أن تبدأ تتكون عندي البروتينز أوكي قبل حتى ما يخلص الـ mRNA، يعني قبل ما أنه يصير تكتمل عملية الترانسكريبشن. بالنسبة للفيروس إيش اللي يصير؟ يصير عندي many reading frames أوكي من النفس reading frame يصير عندي reading frames للبروتين، أقصد يعني many راح يكون up to 3 أوكي. يعني من نفس الـ mRNA ممكن أنه يطلع لي different frames. طبعا السبب أنه يصير هذا الشيء، السبب أن إحنا لما نتكلم عن البروكاريوت والفيروسز أساسا هم very small cells يعني، وما تقدر تتحمل أن تسوي عدد كبير من الماسنجر RNAs، لأنها هي يعني راح يصير يعني it will be heavy، وأنا ما تقدر أساسا يعني تبدأ أن تحمل هذا الكم من mRNA. فعشان كذا إحنا نحتاج mRNA واحد ممكن أن يسوي لها كل الأشياء اللي هي محتاجتها. So that is the end of this video. Thank you so much for watching.